بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، لا زلنا متواصلين مع حضراتكم مع انطلاق ثاني اشواطنا لفئه القعدان المفاريد من المسافه 1500 متر. نتقدم هنا من يتواجد على اول التحديات وعلى اول المراكز سمحان وسويلم بن سالم العطوي، من يتواجد هنا على اول التحديات وعلى اول المراكز، بينما الثاني المراكز يتواجد متعب مع المميز صالح بن بنيه البلوي من غير على المقدمه، بينما ثالث المراكز من يتواجد هنا مياس وعبد الرحمن بن فرحان البلوي من غير على المقدمه وعلى الصداره، بينما ثاني المراكز هدف وعاطف بن الحميدي العنزي من يتواجد هنا على اول التحديات، بينما ثاني المراكز يتواجد ميهاب وبركان بن سالم المشيعلي، بينما ثالث المراكز يتواجد معنا هنا الماهر وعطيه بن مطير رهيب يتواجد هنا، ورابع المراكز يتواجد حبيب وتيسير بن عوض البلوي. لكن نعود الى الصداره والى المركز الاول مع الماهر وعطيه بن مطير رهيب العطوي، من يتواجد هنا على اول التحديات وعلى المقدمه وعلى المركز الاول، بينما ثاني المراكز هدف وعاطف الحميد العنزي من يتواجد هنا ليدفع بهدف على ثاني التحديات، بينما ثالث المراكز ميهاب وركان بن سالم المشيعلي يتواجد هنا، رابع المراكز يتواجد معنا حبيب وتيسير بن عوض البلوي. لكن نعود مع الماهر وعطيه بن مطير رهيب يتواجد هنا، هدف يتواصل على ثاني التحديات مع عاطف الحميدي العنزي، وثالث المراكز وصل معنا محمد بن مطر العطيات. لكن الماهر تهانينا والناموس لمالك الماهر عطيه بن مطير رهيف العطوي على الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني هدف وعطف الحميدي العنزي، وثالث المراكز محمد بن مطر العطيات، ورابع المراكز تيسير بن عوض البلوي، وخامس المراكز راكان بن سالم المشيعلي. إذن تهانينا والناموس لعطيه بن مطير رهيف على الفوز بالمركز الاول. التوقيت الزمني 2:15:99 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس.